متعة الاستماع تبدأ مع NBC بودكاست على تطبيق NBC مود. NBC مود. جهز سماعاتك واستمتع بسلسلة جديدة من البودكاست هدى وهنا مع هدى ياسين، ماني ماترز مع جيسي، اكتشافات مع محمد الكردي، جدد حياتك مع وهيب الدخيل وغيرها الكثير. القائمة في ازدياد مستمر، ولكل مستمع موضوع يهمه. حمل تطبيق NBC الآن. يوم التأسيس على البانوراما. أول شيء أحب أشكر المملكة العربية السعودية، الأشياء اللي سوونها هي الفعاليات والأشياء الحلوة والزي، الأشياء القديمة، اللبس، البشت، العقال القديم، الأشياء الحلوة يعني لمرة، وغير كذا يعني بسوها فعاليات وأشياء جميلة وذكرونا بأيام زمان، هذا تكفي. يعطيكم العافية وشكرا لكم. بعدنا معكم مستمعينا بهدى وهن من بانوراما، وحنتوقف مع التنظير الداخلي أو التنظير الباطني أو المناظير. هيدي تقنية النظر إلى داخل الجسم لأسباب طبية باستخدام المنظار الداخلي، وطبعا خلافا لمعظم أجهزة التصوير الطبية بيتم إدخال المناظير مباشرة للمكان المراد فحصه. يمكن أيضا استخدام المناظير بالحالات اللي بيكون فيها النظر بالعين المجرد غير مجدي، مما يتطلب استخدام جهاز بيساعد على الرؤية أكثر. اليوم حنتوقف مع هذا الموضوع لنفهم عمليات المناظير قديش ساهمت بتحسين تجربة المريض مقارنة بالطريقة التقليدية السابقة. خليني رحب بضيفتنا دكتورة رنا المحسنة، استشارية الجراحة العامة والمناظير بمستشفى أحد رفيدة العام. دكتورة أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك، يسعد نهارك. دكتورة، عمليات المناظير مؤخرا صارت عم تلاقي انتشار واسع، شو ممكن تحكي لنا عنها، عن دورها بتحسين تجربة المريض مقارنة بما كان يحدث سابقا؟ فعلا أصبحت أغلب العمليات الجراحية مؤخرا تتم بواسطة المنظار الجراحي عبر فتحات صغيرة تمكننا من الوصول للعضو المحدد بدون فتح كامل البطن. ذلك قد يقلل من نسبة النزيف ونسبة إصابة العضلات أثناء الفتح، مما قد يساعدنا على تجنب حدوث فتح بعد أكثر من سنة مكان الجرح نفسه. إضافة إلى ذلك، استخدام الكاميرا أثناء عمليات الجراحية في المنظار قد يوفر لنا رؤية أوضح لإجراء أي تدخل جراحي دقيق، حيث أن الكاميرا يمكنها تكبير أي أعضاء صغيرة، أو يمكننا أيضا لعمل استكشاف لكامل البطن إذا كان هناك اشتباه في التشخيص لأكثر من مرض. على سبيل المثال، قد تتشابه أعراض التهاب الزائدة الدودية بأعراض أو أي أمراض في المبيض، فذلك يصعب إذا كنا بالعملية الفتح التقليدية. لكن بالمنظار يمكننا من استكشاف أكثر من عضو والتوصل للتشخيص الصحيح وعمل العملية اللازمة. كما أنه أصبحت مدة التنويم أقل بالمستشفى، حيث أن مثلا في عملية استئصال المرارة بإمكان المريض الخروج بعد كم ساعة في نفس اليوم، ومدة الشفاء تكون أقل، يمكن العودة للعمل خلال مدة قصيرة، وذلك يسهم في تقليل خطر الإصابة بالتجلطات الدموية، حيث سابقا كان المريض يتجنب الحركة لفترات طويلة بسبب الألم والإصابة اللي تعرض لها أثناء العملية، لكن حاليا خلال يوم يومين يستطيع المريض أن يمارس أي نشاطات عادية. بالإضافة إلى المسكنات الألم، مع التدخل بالمناظير يحتاج إلى مسكنات أقل، مما يجنبنا الآثار الجانبية المترتبة على مسكنات أقوى أو استخدامها لفترات طويلة. كما أنه معروف بوجود المريض في المستشفى قد يعرضه للخطر بإصابة أي عدوى في الجهاز التنفسي بمخالطة مرضى آخرين، أو عند استخدام مرافق المستشفى قد يؤدي إلى التهاب في المسالك البولية، لكن خروجه مبكرا يقلل نسبة حدوث ذلك. وأخيرا، كما يهم أغلب المرضى خصوصا الإناث، شكل الندبات الجراحية، ف
فباستخدام المنظار تكون أصغر بكثير، ويمكن بعد كم سنة تعتبر يعني غير ملاحظة، فعلا جروح صغيرة جدا. نعم. ليس كما في السابق. نعم. بالنسبة للمناظير، هل يمكن استخدامها لإجراء كل العمليات تقريبا؟ غالبا تستخدم المناظير في الحالات الاختيارية، أي عمليات جراحية في الجهاز الهضمي، تكميم، تحويل مسار، أو برضه جراحة المسالك، أو النساء والولادة، استئصال الرحم، وأي أورام في المبيض. نعم. لكن فيما يخص حالات الطارئة كالإصابات، الحوادث، انسداد الأمعاء، نعم، لا زالت العمليات التقليدية هي المتعارف عليها، حيث أن تحضير أدوات المنظار والدخول الآمن للبطن واستخدام هواء غاز ثاني أكسيد الكربون لنفخ البطن وحتى نتمكن من العمل يأخذ وقت أطول، وكل دقيقة مهمة في حالة الإصابات أو المرضى الغير مستقرين. نعم. في أي صعوبات أو مخاوف من استخدامها؟ شو هي المخاطر اللي ممكن تحصل؟ بالنسبة لعمليات المنظار، هي آمنة نسبياً إذا تم إجراءها بواسطة جراح متمكن وقد تلقى التدريب اللازم لإجرائها ولديه مهارة للتعامل مع الأدوات. بالإضافة، إذا كانت الأدوات اللازمة متوفرة وجودتها تكون جيدة، هذا لا مانع من إجراء العملية. نعم. لكن نعم. طيب. أحياناً يكون هناك عدم توفر للأدوات مثل المستشفيات الطرفية، فتكون إما الأدوات محدودة أو فقط أداة واحدة قد تؤثر، مثلاً كيبل كاميرا. لن أستطيع إجراء العملية كاملة، لكن العمليات التقليدية بأي أدوات موجودة نستطيع التعامل مع الحالة. نعم. خلاصة القول، تعتبر مسؤولية الجراح إذا نعم. كان لديه المهارة اللازمة أو بما يعرف Hand-Eye Coordination Skills، والتأكد من توفر الأدوات اللازمة وقدرته على استخدامها، فهذه غالبا تعتمد على الجراح نفسه. نعم. نعم. في شيء آخر شيء جديد في هذا المجال دكتورة رنا، آخر ما توصل إليه العلم في عمليات المناظير شو هو؟ غالبا تختلف على حسب الحالات. أغلب الحالات صارت تقريبا عن طريق المنظار، حالات التكميم، تحويل المسار، يعني تكون 4 فتحات صغيرة فقط. أول كنا نفتح البطن كامل، وحتى الروبوتيك سيرجري صرنا نستخدمه. نعم. ونفس الطريقة تكون فتحات صغيرة. نعم. ونشتغل، وميزة الروبوتيك أنه يكون جراح واحد فقط، ما أحتاج مساعدين أو كاميرامان، يكفي جراح واحد. شو قصدك بالروبوتيك يعني؟ الروبوتيك هو عبارة عن جهاز زي الكمبيوتر، يحتاج جراح واحد فقط، وعن طريق المحاكاة هو بيستخدم أدوات وهو بعيد عن المريض، ونفس الأدوات المستخدمة في المنظار تكون عند المريض. نعم. فهو زي ما تقولين يشتغل من بعيد شوية. نعم. فهذه يبغى لها تدريب متخصص، ومو أي أحد يقدر يسويها، أهم شيء يكون الجراح عنده السكيلز اللازمة. نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة رنا المحسنة، شكرا جزيلا، حضرتك استشارية الجراحة العامة والمناظير بمستشفى أحد رفيدة العام. شكرا. العفو. يعطيك العافية. إذن مستمعينا، فاصل ونرجع.